ورجعنا لكم مرة ثانية وبنستقبل ضيفنا الناقد الرياضي الأستاذ علي بركة. منور الدنيا يا أستاذ علي. الله يخليكي، شكرا جزيلا. ميرسي. بشكرك جدا. خلينا نتكلم عن امبارح والفوز امبارح المهم على فاركو وفي ملعبه. ويمكن من أكتر الحاجات اللي لفتت نظري في الفوز امبارح مش فكرة الفوز، خلاص احنا الحمد لله بقينا دلوقتي معتادين على فكرة الفوز، وكل مباراة يمكن 90% واثقين ان احنا ان شاء الله في مباراة الاتحاد السكندري الزمالك قادر في هذه المباراة ان هو يتوج بطلا للدوري للسنة الثانية على التوالي. ولكن لفت نظري امبارح التلاحم ما بين اللعيبة والروح اللي ما بين اللعيبة، وان بعد المباراة لعيبة مع بعضها كويسة جدا، حتى البدلاء بيشجعوا اللعيبة داخل الملعب، يعني الروح اللي ما بين اللعيبة واصلة كمان للجمهور، وده شايفاه من اكبر اسباب الفوز امبارح. شوفي حضرتك، ابحثي دائما وابدا عن العدل. بمجرد ما تعرفي ان الحته دي فيها عدل اعرفي ان هيبقى في نجاح، وهتعرفي ان الروح كمان والنفوس بتبقى يعني ما بتكونش شايله من بعض. عاده لما لعيب بيلعب تلاقي اكتر من لعيب في نفس مركزه يعني بيتمنى له الاصابه عشان يلعب مكانه. النهارده الحكايه دي ما بقتش موجوده. انت لما بتشوفي لعيب في الزمالك بيحرز هدف، البدلاء والاحتياطيين بيكونوا اكثر سعاده من اللعيب اللي جوه الملعب. ليه؟ لانه في عدل. وبعدين خلي بالك برضو في حاجه عملها المستشار مرتضى منصور، وانا يعني الحقيقه والله مش عشان يعني علاقتي الانسانيه طيبه بيه، لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انه هذا الرجل فعلا فعلا خطوه من خطوات تطور الرياضه في العالم العربي إن لم يكن على مستوى العالم الخارجي كمان. إن هو حط أسس ومبادئ ما كانتش موجودة قبل كده. هو ساوى في المكافأة ما بين اللعيب اللي بيلعب واللعيب اللي ما بيلعبش واللعيب المصاب واللعيب اللي هو كمان بيبقى مع الفريق ويبقى بره التشكيل الأساسي والاحتياطي. فدي برضو الإحساس الشخصي إنه أصبحوا لحمة واحدة، كتلة واحدة، أصبحوا يعني أصبحوا مهتمين بس إن الفريق يكسب. بالظبط، مفيش حتة اللي هي إيه إن مين اللي بيكسب أو مين اللي بيكسب وبيكسب أو إيه؟ مين اللي بيحرز الهدف ومين اللي لم يحرز الهدف. بالظبط، الكل بيبقى بيتبارى. وخلي بال حضرتك، أنت لو شفتي يمكن إحنا في حلقة سابقة مع حضرتك سيادتك كنت بتكلمي على زيزو كلاعب هداف. زيزو جات له فرص كثيرة كمان لزيادة عدد الأهداف. بالزبط. ومع هذا كان بيفضل زملائه، كان فعلا كان بيمر الاسيست للجزيري ولحسام عبد المجيد، الاساس بالنسبه له ان الفريق يكسب. فيعني انا بشوف ان هم وصلوا للدرجه المثاليه لاخلاقيات اللاعب المحترف. اللعيبه دي ما بتشتكي ده مش عارفه تنام، يعني لو واحد عايز ينام من الدوشه ومن البتاع ما بيقدرش. انت النهارده بقوا ما شاء الله كل لعيب عارف بالظبط، يعني انا بدعو حتى قناه الزمالك انها تدخل تصور الفندق وتشوف المستوى بتاع كل غرفه عامل ازاي لكل لعيب، يعني حاجه تليق فعلا بنادي الزمالك. عايز معلش احنا في جمله قفزنا من عليها من شويه، بقول لحضرتك ان فيريرا غير المفاهيم. غيرها ازاي؟ انه كان دايما الانطباع السائد انه المدرب بيوازي 15 او 20% من الفريق والباقي لعيبه. دلوقتي فيريرا وصل النسبه ل 80%، يعني 80% مدرب و 20% لعيبه. ليه؟ اللي هي التوظيف. انت حضرتك اي لعيب بيمشي بتعرفي تجيبيه وتوظفيه، واخد بال حضرتك؟ ولعيب يصاب ده انت كمان في عز ده غير اللي مشيوا عندك كمان اصابات وعندك ايقافات. بالظبط. ومع هذا الناس ما بتقلقش لانهم حاسين انهم مع مدرب يجيد توظيف اللاعبين واستخدامهم الاستخدام الامثل. اي لعيب مع مستر فريرا حاجه وقبل مستر فريرا حاجه تانية خالص. هو اخذ، خلي بال حضرتك، يعني انا برضو بعتبر بالتاكيد في لعيبه هترحل عن الفريق. انا بقول ان هو سايبهم وهم في اعلى فورمه ليهم،
وده هيساعدهم لو ان شاء الله ربنا يكرمهم ويبقوا يروحوا انديه، وهيروحوا بانديه وبعقود كويسه، لان هم ماشيين وهم نجوم. ده روي فيتوريا يعني لما زار نادي الزمالك ابدى اعجابه بنجومنا الشباب، بخلاف طبعا النجوم الكبار زي شيكابالا وزيزو وغيره، ولكن ابدى اعجابه مثلا بسيد نمار، ابدى اعجابه بحسام عبد المجيد، ابدى اعجابه بيهم وشايف ان هم لاعبين صاعدين، واعتقد كمان هيبقى ليهم فرصه معاه في المنتخب الاول. ده طلب تقارير عنهم يعني. حتى الولد اللي هو اللي احنا دايما بننسى في اسم بابا لو تفتكري اسمه، اللي هو ايه، علي يعني، الولد ده ماجد. ده لعيب كويس جدا. ماجد هاني تقصد؟ ماجد هاني. ماجد هاني لو حضرتك، ده لعيب لسه بيجهزوه. ده ان شاء الله هيبقى اشبه بقنبله هتنفجر في الملاعب المصريه، هيبقى حاجه جامده جدا. اللعيبه اللي في سموحه اللي هترجع دول برضو من حقهم انهم يلقى عليهم الاضواء، وسنهم صغير اللي هم المعارين. فيعني اللي انا قصدي عليه، عندك على الاقل 10 لعيبه، 10 لعيبه، وال10 لعيبه هو مهتم بيهم فيتوريا. دي حقيقه. ان شاء الله كل التوفيق لاي حد طبعا من نادي الزمالك هيكون مع روي فيتوريا ان شاء الله مع المنتخب الاول. نتكلم بقى عن مباراه امبارح، وشفت الفوز امبارح ده ازاي، وايه اهم مكاسبنا؟ لا هو شوفي حضرتك، هو فوز بيجيب فوز. يعني انا شايف الحقيقه انه فريق فاركو، انا ما اكذبش عليك يعني، يكاد يكون الفريق الوحيد اللي كنت قلقان منه من كل الفرق. لما كان قبلها فاضل مثلا ايه 7-8 ماتشات وكده وكل حاجه، كنت بخاف قوي من فاركو، لان هم اكتر فريق او اقوى فريق بيعرف يدافع. يعني يعرف يخطف جون ويدافع، مش عارف. وكنت اتمنى انه النتيجه ما تنتهيش تعادل يعني، عشان فاركو يعني دايما ان هم يقدروا التعادل. يقدروا يخلوها تعادل. هم لعيبه حتى لو ما عرفش يجيب جول بيعرف ازاي يدافع كويس. فانا كنت بقول ليه، لانه الفوز انت قاعده شغاله على طول، فوز ارقام قياسيه بتحققيها. عندي امل ان شاء الله، ان شاء الله انه المباريات الثلاثه القادمه تنتهي كلها فوز، يعني ما نكتفيش باننا نكسب الاتحاد ونقول كده خلاص كده ايه احنا حققنا هدفنا. لا ان شاء الله. طب ليه؟ طب ما انا ممكن اقول ان انا خلاص كده انا حققت هدفي، وتبقى المباريات اللي جايه انا مش فارق معايا، مش فارق معايا الفوز، ليه اقعد اجهد نفسي تاني وبدنيا؟ لا، ممكن اجرب مثلا لعيبه تانية، لعيبه ما كانتش بتلعب ممكن ادفع بيها، لعيبه من الناشئين برضو ممكن ادفع بيها واجربها في المباريتين اللي هيكونوا متوقعين. شوفي الحاله اللي اوجدها فريرا، انه خلى اللعيبه تستمتع بكره القدم، وخلى الجمهور يستمتع باللعيبه، وخلى كل ناس بتشيد بنادي الزمالك ولعب نادي الزمالك، ونادي الزمالك بقى موجود دلوقتي في المكان اللي هو يستحقها. ان احنا ما بنقولش على نفسنا ان احنا مدرسه الفن والهندسه من فراغ. لا، اتفرج علينا وانت هتتاكد ان احنا فعلا مدرسه الفن والهندسه. ولازم حضرتك تتوقفي امام جزئيه مهمه جدا، وهي انه عندما تم ادخال نظام الفار فاز الزمالك ببطولتين ورا بعض. دي حقيقه. هنرجع تاني لموضوع التحكيم والفار، ولكن هنطلع لفاصل قصير وبعدها نرجع ونستكمل كلامنا. ورجعنا لكم مره تانيه ولسه مكملين كلامنا مع الاستاذ علي مراكم. كنا بنتكلم عن فكره ان احنا لو توجنا ان شاء الله في مباراه الاتحاد هيبقى لنا مباراتين. شايف بعدها ان احنا نريح لعيبه، ولا نخلي اللعيبه رجليها في الملعب علشان خاطر خلاص دوري الابطال؟ ما انت هتريحي اللعيبه، هتريحي مين؟ مين اللي قاعد بره؟ يعني اللي انا قصدي عليه، واحنا ليه بنشيد بفريرا؟ لان هو قدر كل ما لعيب يتكسر او يبعد او يخرج من الصوره يجيب بديل، يجيب بديل. احنا جبنا 4-5 بدائل لكل لعيب. فانا شايف الحقيقه هتريحي مين يعني، انت واخده بال حضرتك؟ بالاضافه لحاجه، ان زي ما قلت لسيادتك من قليل، ان فريرا عمل حاجه حلوه جدا، ان هو جعل اللعيب يستمتع وهو بيلعب كره قدم. بالظبط، بيستمتع بالفوز. النهارده احنا عايشين حاله جميله، هو مش عايز يحرم منها اللعيبه. وانا بصراحه لو لعيب
هتمنى ان انا ما ارتاحش، افضل تبقى رجلي في الملعب احسن خاصه وانه هيحصل فيه بعد كده يعني حاله احلال وتجديد وناس هتمشي وناس، فخلي الكل ياخد فرصته كامله عشان على الاقل خالص يبقى حاسس بينه وبين نفسه ان هو يعني قدر يدي اقصى حاجه ممكنه يقدر يديها. دي حقيقه. طيب خلينا نروح لمباراه الاتحاد السكندري، شايف ان هي تبقى مباراه صعبه عشان هي مباراه التتويج، ولا علينا احنا ممكن تبقى سهله ان احنا عندنا الدوافع وعندنا الحوافز ان احنا عايزين نتوج النهارده؟ يعني بيتهيألي زي ما قلت لسيادتك من شويه ان فريرا لعب 14 مباراه فوز متتالي، هو نفسه مش هيبقى عايز فني يكسر الرقم، هو نفسه كمدير فني عايز يستمر في هذا الرقم القياسي اللي انا بشوف انه هيبقى صعب جدا جدا ان هو يتكسر بعد كده. فده نمره واحد. نمره اتنين، ما ينفعش برضو ان الجمهور والملايين اللي بتتابع نادي الزمالك وعايزه تفرح يعني يجي الماتش ويتاجل الفوز مثلا، يتاجل الفرحه والانتصار لاننا اتعادلنا. فيعني انا شايف الحقيقه انه اقل حاجه انه يعني ان شاء الله يتم الفوز عشان يتوج الزمالك بطلا رسميا للدوري المصري. وانا بعتقد طبعا الدوري ان شاء الله ان شاء الله يعني يعتبر خلاص حسم، يعني محتاجه يعني معجزه المعجزات تحصل لو الزمالك ما ياخدش الدوري، بس ده مش هيحصل. لا لا ان شاء الله احنا ابطال، فاحنا ان شاء الله باذن الله نستحق. وانا شايف استمرار سلسله الانتصارات لازم لا تتوقف عند مباراه الاتحاد السكندري. طبعا انت عارف ان احنا عندنا ضغط مباريات شديد جدا، ازاي ممكن يعني نعالج ده؟ او ازاي كمان مستر فيريرا يتعامل مع ده؟ والله شوفي يعني هي برضو ضغط المباريات على الجميع. وضغط المباريات زي ما حتى كان طالب في وقت من الاوقات المستشار مرتضى قال ان اللعيبه كان الزمالك في المركز الاول وكانت اللعيبه مجهده، وقال لك خلاص يتلغي الدوري طالما المسائل بهذا يعني هذه الاحمال بقت فوق اللعيبه. بس خلاص يعني انا بيتهيألي ان فات وقته بقى خلاص، انت عندك ماتشين ثلاثه، الانديه اللي بتبقى استقرت خلاص وما بتنافسش على المراكز الاولى المربع الذهبي او ان هو يبقى خامس وسادس وكده، انا بعتقد ان هو ممكن جدا يدي راحه للعيبه. بالنسبه لنادي الزمالك انا بتمنى ان تظل الانتصارات، يعني هو برضو فريرا بيعرف ازاي ياخد الـ يعني زي ورده كده، هو بيعرف ازاي ياخد عطرها. يعني شيكابالا مثلا ما هو بيلعب مثلا ربع ساعه تلت ساعه نص ساعه، المهم ان هو بينزل فيها يمتع الجماهير ويعمل اللي عايزه المدير الفني. شيكابالا اسطوره لن تتكرر الصراحه بصراحه، يعني شيكابالا اداؤه عظيم جدا داخل ارض الملعب وخارج ارض الملعب، وكتير جدا بتكلم في نقطه شيكابالا دي، ان شيكابالا داخل ارض الملعب بيقدر يعني على العطاء، خارج ارض الملعب برضو قادر على العطاء. شيكابالا كمان علاقته بالجمهور قويه جدا، يعني صعب تلاقي علاقه جمهور بلاعب قويه، هم الناس في المدرجات وده في ارض الملعب فما بيبقاش ما بينهم علاقه قويه. شيكابالا بينه وبين جمهور الزمالك علاقه قويه جدا، زي كانه اخوهم حد من عيلتهم، بحس انه في صله قرابه ما بين جمهور الزمالك وما بين شيكابالا. شوفي انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اجمل واهم واعظم انتصار عمله انجاز عمله المستشار مرتضى منصور هو انه اوجد الحاله. الحاله دي ما كانتش موجوده، يعني ما هو شيكابالا بيلعب من زمان، بس امتى صار اسطوره؟ في فتره وجود المستشار مرتضى منصور، ان هو حسسه يعني ايه تبقى مسؤول، تبقى مسؤول مع اللعيبه، مسؤول مع زملائك، مسؤول مع الجمهور. انت النهارده شيكابالا الموهبه تظل كما هي طبعا، الموهبه موجوده، لكن اللي مش موجود اللي هي طريقة التعامل الإنساني. بص زي ما حضرتك شايف كده، كانت الجماهير دايما تنادي عليه، بالذات كمان الأطفال. يعني دايما بشوف الأطفال تنادي على شيكابالا وعايزة تتصور معاه وعايزة حتى تسلم عليه وعايزة تشوفه، وبتجري له من أول الملعب لآخر الملعب عشان بس يحضنوه ويسلموا عليه، وحالة حب ما بينهم كبيرة جدا. أنا من كام يوم كنت في النادي،
فشايف دوشه جمهور حاجه رهيبه جدا، وحد شاب صغير بيمشي وبيجري وبيجري يعني ناس كلها ملمومه عليه، وهو بس كل ما هنالك انه كان بيخرج من باب تاني غير الباب الايه اللي هو متعود يخرج منه وما كانش فيه امن، يعني الامن ما كانش معاه، فكانت النتيجه اكتشفت ان ده شيكابالا. خلي بالك برضو ان هو يعمل هذه الحاله كمان بين الاعضاء، دي يعني هي انا شايفها برضو معادله صعبه جدا. يعني عادي جدا ان انت تبقي في جماهير بالملايين ومتعصبه ومتعطشه لنادي الزمالك، اوكي كل ده ماشي، لكن اللي مش ماشي ان شيكابالا يكون بقول لحضرتك عاصفه جوه النادي لمجرد ان هو خارج من اوضه اللبس، بدل ما كان يمشي من الناحيه الشمال اللي بيركب اللي راكن فيها سيارته بقى يمشي من ناحية اليمين ويخرج من شارع من الباب اللي مواجه لنادي الترسانة. فيعني عايز اقول لحضرتك ان اصبحت في حالة حب، حالة غريبة ما عاشهاش قبل كده نادي الزمالك. انا النهاردة قريت تويتة جميلة جدا للمخرج الكبير الاستاذ عمرو عرفة. عمرو عرفة بيلخص الحدوته، بيقول لك ان جماهير احد الانديه نفسها الدوري يخلص علشان خاطر الحاله اللي فيها جمهور الزمالك ده بعد كل مباراه. انا بحاول انمق شويه العبارات ولا نذكر اسماء اي احد، يعني احنا بنتكلم فيما يتعلق بالفكره نفسها، انه بيقول لك خلاص احنا زهقنا، الناس زهقت من الايه من هذا المجال، من الحاله اللي فيها فعايزين الدوري يخلص بقى ونبتدي من اول وجديد. يمكن احنا كمان عايزين الدوري يخلص عشان عايزين نحتفل، وعايزين بعدها نروح لدوري الابطال عندنا افريقيا بالظبط، عايزين احنا كمان عايزين مستعجلين على الاحتفال السوبر المصري السعودي. لا وبعدين في حاجه كمان يعني لذيذه جدا انا لفت نظري ليها صديقي واحد من الجماهير الجامده جدا الغاويه السوشيال ميديا اسمه الاستاذ محمود هنداوي. الدوري ده قال لي احنا هنخلص الدوري يوم المفروض ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي باذنك ربنا، الثلاث اللي جاي ده 23 كويس، هنفضل في احتفالات لغايه المباراه اللي بعديها والمباراه اللي بعديها لحد مباراه المصري ومباراه استرن طبعا. يعني انت هتفضلي في احتفال، مش هتبقى نهايه الدوري نهايه اخر ماتش فتقعدي يومين ثلاثة وتخلص الاحتفالات، لا ده انت هتفضلي قاعدة كده هو لغاية يوم 11 يوم 9 في قطر واللي هو السوبر المصري السعودي ويوم 11 اللي هي دوري الأبطال، يعني هتفضل حالة الفرحة والنشوة دي موجودة وهتفضل الموسم ده لنادي الزمالك هو موسم تاريخي. أيوة. موسم اعجاز فلازم نحتفل بيه، احنا من حقنا نحتفل مش عشان الزمالك هيتوج بلقب بطلا للدوري، ولكن بالحاله اللي الجمهور بالزبط. عاملها وهو رايح ورا النادي في كل حته. أيوة. بالحاله اللي مستر فيريرا عاملها، بالحاله كمان على فكره اللي شيكابالا عاملها، بالحاله برضو اللي المستشار عاملها، فاحنا محتاجين ان احنا نحتفل لفترات طويله لان احنا بنحتفل بالحالة مش بحتفل بس بالتتويج. القدر هو اللي بيخلينا نحتفل ان احنا قاعدين دلوقتي بقول لحضرتك هنفضل كذا يوم يعني سعداء وعايشين جوه حالة الحب اللي اتوجدت دي طبعا. عايز بس اتكلم الحقيقة عن الانجازات اللي بتتحقق جوه نادي الزمالك. مش انجازات كمان، ودي حاجة لازم حضرتك تضعي تحتها الف خط، انه مش كرة قدم بس، انت بتتكلمي على فرق اخرى، انجازات في كل اللعبات بلا استثناء، ودي لا يمكن تبقى صدفه. بتتكلمي عن فلوس، النادي كان لا شيء، اتبنى من اول وجديد وجت فلوس ثانيه من اول وجديد علشان خاطر نبقى كده هو. تخيل انت بعد كل هذه التخطيط كل هذه النفقات وعندك في الخزنه ربع مليار جنيه. يعني انت بتتكلمي على ما يشبه ده فعلا انجاز، وهو طبعا. يعني لا يمكن يكون جه من فراغ ابدا. غير كده هو عندك على مستوى انا عجباني قوي الحقيقه الحاله اللي ما بين النادي مجلس الاداره المستشار مرتضى منصور والجمهور، لما يقول للجمهور طلباتكم اوامر، احنا لينا الشرف ان انتوا جمهورنا، ويعمل لهم سيارات ويعمل لهم وجبات ويعمل لهم، لا يعني انت بتتكلمي على حاجه
حاجه نادرا ما تحصل وما حصلتش. يعني انا ما اعتقدش، يعني انا مش فاكر انها حصلت بالايه بالكميات دي. كان زمان تبص تلاقي جماهير الزمالك مقدره وبتكن لكل الحب حد من والاحترام طبعا. الاعضاء ولا بتاع المرحوم جورج سعد ولا حاجه يطلع عربيه من عنده او عربيتين، لكن انك انت تطلعي 100 عربيه بهذا الشكل المنظم، واخد بال حضرتك، بالوجبات بشكل كريم، بشكل كريم، وسياره مكيفه وكده، انا اعتقد يعني دي حاجه. ويقول الاعضاء لجماهير الزمالك طلباتكم اوامر، واللعيب اللي تسمعي حتى ان هو بيتردد اسمه لدى الجماهير ثقي انه بيتم التفاوض معاه. طبعا بعد الرجوع طبعا اكيد ليه مستر فيريرا وحاجه الفريق ليه طبعا. طبعا ما هو اللي انا قصدي عليه، لما بتيجي حضرتك في فنون التفاوض، انك انت ما بتاخديش لعيب وتبني عليه كل 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 شغلك. انت بتحصل انك انت بتكلمي 20 عشان في الاخر خالص انت اللي تستقري على 5 6 وهكذا. يعني اعتقد جماهير الزمالك كمان دلوقتي بقت مركزه قوي في الفوز وفي الاحتفال، ودي حاجه كويسه، لان مثلا لما جماهير الزمالك تطلب لاعب معين فممكن الاخبار تنتشر والشائعات تنتشر فتحصل مغالاه على هذا اللاعب، فيصعب الاتفاق مثلا مع اللاعب ده. فدلوقتي برضه في حاله موجوده جدا ان جماهير الزمالك ما بقتش مركزه في موضوع الصفقات قوي، بقت مركزه اكتر في الاحتفال، في الفوز على الاتحاد السكندري، في دوري الابطال، ان احنا عايزين ندخل كل مسابقه نكسب بيها. مستر فيريرا احنا واثقين فيه ان هو قادر ان هو يحصد جميع البطولات اللي بياخدها الفريق، فدي برضو من الحالات اللي تحسب لنا بصراحه. حضرتك انا فاكر في حلقه من الحلقات حضرتك كان اللي هم القراء او ان هم كانوا باعتين على السوشيال ميديا بيقولوا اجابات الجمهور على السوشيال ميديا على السؤال، كنت مين ترشحه يلعب، فكانت الناس كلها بتبقى مجمعه يقول لك ايه فلان وفلان وفلان وانا اثق بالظبط في اختيارات فيريرا. يعني ما بقاش يرهق نفسه في مين يلعب ومين ما يلعبش، هو بقى يرهق نفسه في انه انا خلاص طالما يعني هذا المدرب استطاع في زمن قياسي ان هو يعني يصبح من اهم واعظم المدربين اللي جم في تاريخ مصر. وانا بشوف يعني ان فيريرا الحقيقه ترك بصمه اكثر من رائعه، يعني واذا كان كده هو فاللي فات ولسه، يعني لسه كمان اللي جاي، ولا تستبعدي انه سلسله الانتصارات تستمر الى ما لا نهايه ان شاء الله. الى ايسترن كامباني يا رب ان شاء الله، ونفضل نحتفل في كل المباريات اللي جايه من بعد الاتحاد ان شاء الله. قلت لك ان احنا عندنا ضغط مباريات، ولكن احنا خلاص يعني شبه ما بقيناش حاسين بيه، ولكن هنا بيقع العبء قوي على الجهاز الطبي. وعايزه اشيد قوي بالجهاز الطبي لنادي الزمالك. الريكفري بيتعمل سريعا جدا، اللعيب اللي بيبقى مصاب بيتعمل له برنامج تدريبي وبرنامج تأهيلي علشان خاطر يقدر يرجع تاني مره اخرى للملاعب في اسرع وقت. عايزين نتكلم شويه عن الجهاز الطبي داخل نادي الزمالك. شوفي حضرتك، التفوق والتألق اللي احنا فيه دلوقتي لا يأتي من فراغ، يعني ثقي انه لا يمكن ابدا كان الزمالك هيحقق كل هذه الانجازات فريق الكوره ما لم يكن وراه جهاز طبي، وكمان مش الجهاز الطبي كمان بتاع فريق كرة القدم، هتلاقيه الجهاز الطبي في كرة اليد والجهاز الطبي في كرة السلة وهكذا. يعني بتلاقي دايما وابدا المنظومة المتكاملة، لانه وارد جدا لو في اخفاق واحد او عدم وجود كفاءة في عنصر من العناصر وارد جدا انه كل حاجه تنتهي. وانت شفتي لعيبه بتيجي بارقام فلكيه وتفضل مصابه ومحدش يعرف عنها حاجه، انه ده في تقصير في الجهاز الطبي، ان الجهاز الطبي ورط النادي في لعيب مصاب او لعيب لم يشفى بعد. فالحقيقه الدكتور محمد اسامه الحقيقه شخصيه جميله جدا، وبعدين زملكاوي زملكاوي جدا يعني. بالظبط، وغير كده كمان ان هو شاب صغير متحمس، يعني انا شفته الحقيقه في مرات كتيره قوي في سفريات بتلاقيه يهتم بالناس، يهتم بالصحفي، يهتم بالاداري، ويهتم بال يعني بكل العناصر اللي موجوده
تلاقيه بيهتم بيها وبيشتغل ويروح، ولا خد القرص ده دلوقتي كمان 6 ساعات وبعدين يسألك يقول لك خدت القرص، لا ده انا نسيت. طب يعني اللي انا قصدي عليه ان هو قوي جدا، جد جدا في شغله، وفي نفس الوقت وده الاهم انه زملكاوي جدا. دي حقيقة، وفعلا عاشق ليه نادي الزمالك، وبنشوف احتفالاته بتبقى عاملة ازاي لما الفريق بيكسب. مش عايزين نطلع فاصل قصير ونرجع بعدها ونستكمل كلامنا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين كلامنا مع الاستاذ علي بركه. كنا بنتكلم، عايزه اكلمك عن مباراه الاتحاد السكندري، وهي مباراه صعبه ولا ممكن تبقى مباراه سهله؟ لا ما فيش في الدوري مباراه سهله، بالعكس انا شايف فريق نادي الاتحاد المباريات بتاعته القرعه يعني حطاه في مواقف صعبه جدا، كلها يا اما اللي بيقابلهم بقاله كذا ماتش، يا اما انديه بتصارع على الهبوط، يا اما نادي زي الزمالك محتاج يكسبه عشان ياخد البطوله، يا اما انديه بتنافس علشان تبقى في خامس او سادس علشان يلعبوا في البطوله العربيه زي البنك الاهلي مثلا. فيعني هو محطوط في مواقف كل الفرق بلا استثناء لديها الحافز، والجماهير ما اعتقدش يعني الجماهير برضو هيجي عليها وقت ما تتحملش الخسائر الكتير يعني بصراحه الاتحاد دلوقتي بيلعب في المباراه، ودلوقتي هو متقدم 1-0 على البنك الاهلي. يعني بقول لحضرتك الفريق يعني في مواقف صعبه بيلعب فرق لديها الحافز على الفوز، فاتصور يعني ان مفيش حاجه تبقى سهله، لان هو كمان حتى لو كان كده عليه مسؤوليه ادبيه تجاه جماهيره. يعني نادي الاسماعيلي مثلا استقر وتاكد وجوده في الدوري ان شاء الله، ونادي كبير ومش هينزل، لكن الجمهور مش هيتقبل فكره انه يخسر من المصري 4-1 وبعدين يخسر من الاهلي وبعدين يخسر مش... لا يعني عنده دائما وابدا النادي الجماهيري الحافز ان هو الحافز والدافع كمان ان هو يكمل. بالظبط فهي دي اللي انا كنت عايز يعني اوضحها لحضرتك، مفيش مباراه سهله. بالظبط. طيب هما ممكن ما يبقاش مثلا نادي الاتحاد مرهق شويه من برضو ضغط المباريات والضغط العصبي، يعني المباراه برضو هتبقى صعبه عليه، احنا خلاص عايز يهرب من الهبوط، وكمان يعني يومين بالظبط وبعد كده عنده مباراه مع الزمالك، فبرضو عنده ضغط وعنده ضغط عصبي ان هو برضو عنده مشكله في الهبوط. النهارده ضروري جدا بالنسبه له ان هو يكسب عشان يقدر يعني يبعد شويه عن منطقه الخطر. شوفي يا استاذه مها، يعني انا كنت هنا مره مع الاستاذ قضاء ساعه ما كنا بنتكلم على قرعه كاس مصر وكده اهو، فكانت كل الناس ويقول لك وما فيهاش عدل وما فيهاش بتاع، فقلت له النادي الزمالك نادي بطل، ما تفرقش معاه هيقابل مين، انا الزمالك انا العب مع اي حد واكسب اي حد، فما يجبش ان انا ارهق نفسي بالاحوال اللي هيبقى عليها خصمي، انا ماليش دعوه. انا بس انا برضو لازم ادرس خصمي، يعني سبب من اسباب نجاحنا فنيا. على فكره فنيا ونفسيا مهم برضو جدا ان انا ادرسه، اعرف يعني لو بواجه فريق مثلا نفسيته مرتفعه ما حقق انتصارات متتاليه، فلازم اخاف منه برضو واعمل له شويه حساب واعرف ايه يعني مداخله ايه ونقاط الضعف عنده ايه ونقاط القوه عنده ايه، وادرسه طبعا فنيا بنسبه 90% وممكن 10% ادرسه نفسيا. ففريق برضو الاتحاد ممكن يبقى نفسيا برضو ما يعني شويه عنده رهاق، ولكن برضو نفسيته مرتفعه لحد دلوقتي كسبان على البنك الاهلي 1-0. شوفي اجمل ما في فيريرا ان هو ما بيتعاملش مع الوظيفه او ان هو بيشتغل في مصر على انها وظيفه، هو بيبص لها فيريرا عايش 24 ساعه من وقته مدرب كره قدم. يعني هتلاقيه قاعد يذاكر ويدرس ويشوف ومونتاج ويشوف الفيديوهات ويشوف الماتشات ويقطعوها له ويقعد هو يدرسها الاول وبعدين يذاكرها للعيبه. فانت النهارده اي مدرب ساعات تيجي تكلميه تقابليه لو مدرب اجنبي تبص تلاقي ايه يقول لك انا في الويك اند بتاعي رايح الاهرامات رايح مش عارف ايه. النهارده فيريرا انا ما اعتقدش ان هو راح حته في مصر،
من كتر ما هو يعني واخد الامور جد وبيشتغل وكده. وفثقي ان هو هتلاقيه يعني، وده يمكن اللي كان بيقوله المستشار مرتضى للجمهور، انتوا شجعوا بس سيبونا نشتغل بالظبط، ما تضغطش عليا تقول لي انت هتلاعب مين، ما تضغطش عليا تقول لي انت هتجيب مين. ده بقى اللي انا بتكلم فيه، ان بقى دلوقتي في الحاله دي بالظبط ما بقاش في حاله، عنده المشجع صار عنده النضج والوعي المطلوب. سيبني انا اجيب لك البطوله بس سيبني اشتغل، ما تضغطش عليا. بمناسبه الصفقات، طمنا كده على الصفقات داخل نادي والله هي بتتسرب شويه بشويه، واخد بال حضرتك؟ انا نفسي كنت يعني انا يعني بدون ذكر اسماء، انا مش عايزاك تذكر اسماء، بس يعني طمنا على الصفقات. والله هو المستشار نفسه، اصل المستشار كمان المشكله المره دي لاول مره الاقي فيه سريه غريبه جدا. يعني انا كنت عارف ان الاستاذ امين لما سافر يبرم صفقه، كنت فاكر او كنت عارف ان هو راح تنزانيا، وبعدين اكتشفت انه في احدى الدول الاوروبيه. فانت لما تعرفي حتى الدوله نفسها ما انتش عارفاها، عشان بناء عليها تقدري تعرفي مين اللي تعرف مين اللاعب، تعرفي تنزانيا ايه اللي هيجي منها لعيب دي. لكن طبعا هم اشقائنا، انا سافرت تنزانيا كذا مره، ناس افاضل وناس محترمين وشعب من الشعوب الجميله جدا اللي احنا بنحبهم. احنا بنتكلم على الصفقات يعني، احنا عايزين لا ما اقصدش عشان ما تتخذش عليا الكلمه. يعني طبعا كره القدم فيها مش على مستوى اللي ممكن تجيبي منها لعيب، ولكن الصفقات يعني ان شاء الله تبقى هقول لحضرتك حاجه. يعني مثلا ايه، احيانا بعض الكلمات يعني بعض المعلومات بتتسرب مش من نادي الزمالك. يعني بتتسرب منين؟ من النادي الاخر اللي انت ممكن تكوني بتحاولي تتفاوضي معاه. يعني قيل مثلا ايه، ايمن احمد ايمن منصور، واخد بال حضرتك؟ المعلومه ما طلعتش من نادي الزمالك، ما عشان كده قلت لك بدون ذكر اسماء، لان احنا عايزين المعلومه. احنا بنحب دايما هنا مباراه نادي الزمالك، احنا بنقول ان المعلومه لما تعلن رسميا. وبعدين على فكره عايز معلش معلومه برضو هامشيه لحضرتك، طبعا اتفضل، ان فريرا كمدرب بيحب اللعيبه العدد القليل. يعني يحب ايه، يبقى الفرقه بالناشئين بالكبار بالكده اهو 25 لعيب يدرب، يعني عشان يبقى فيه تركيز واللعيب يستفيد من التدريب. بالظبط، واخد بال حضرتك؟ في ناس تبص تلاقي ايه، انت جايبه هتجيبي منين اللعيبه كل دول؟ يعني على الاقل يبقى 35. ده ما بيمشيش مع فريرا، فريرا كمدرب. ولذلك في برضه حاجه كويسه جدا، ان هو لما بيجيب لعيب بيجيب لعيب عشان يلعبه، مش يجيب لعيب ويقعده عنده. طبعا في لعيبه بتقعد ما بتعملش حاجه وتسمعي عنها انها هتمشي. لا، مميزات فريرا برضه ان انت اي لعيب قاعد على الدكه وقت ما بيحتاج له، لا اللعيب ده بيبقى جاهز. ده مش في الدكه، ده في المدرج. يعني لو قاعد في المدرج برضه هو يعلم جيدا انه هيجي له توقيت وهيلعب فيه وهيتالق وهيثبت نفسه. دي حقيقه. عايز اتكلم عن عواد. والحقيقه ان عواد دلوقتي ليه مكانه، انا بحبه قوي كلنا الحقيقه. لا انا بحبه كمان لاسباب كتيره. يمكن احيانا تبقى في حاجات ما تعرفي، حاجه انسانيه مثلا. هو عواد باين عليه ان هو انسان محترم جدا جدا جدا. لا، وجنب ده كمان بر جدا جدا باهله، واخده بال حضرتك؟ هو حتى الدرجه ال 15 في العيله، يعني تلاقي عواد حد بيتجوز، حد بيعمل، حد مش عارف، تلاقيه ايه واقف معاه بكل قوته، واخده بال حضرتك؟ بالاضافه لحاجه، ان عواد يكاد يكون اللاعب الذي لا تسمعي لا تعرفي صوته. بالظبط. عارفه ليه؟ لانه ما بيتكلمش. يعني حتى في وقت من الاوقات كان في جنش وابو جبل وعواد. كان جنش وابو جبل في بينهم ما صنع الحداد. او يعني واخده بالك، بدون ذكر التفاصيل يعني، او على الاقل كان في ايه بينهم شويه ايه مشاحنات، حتى لو ما اتكلموش مع بعض لكن بيبقى النفوس الى حد ما شايله. كان عواد ده في حاله، يجي من سكات يلعب من سكات بتاع. اقصى حاجه كان بيعملها انه كان يطلب من المستشار مرتضى منصور، واكتر لعيب على فكره طلب ان هو يرحل، والمستشار يقول له اصبر اصبر. تخيلي حضرتك لما وبيقولها له، يعني بيقولها له بخبره السنين، هو مش بيقول له علشان في حاجه هتحصل، لا هو بيقولها له بخبره السنين، اصبر انت لعيب كويس هتاخد فرصتك هتاخد فرصتك. وتخيلي حضرتك كمان عواد في كمان ميزه ثانيه مش موجوده عند اي حارس مرمى في تاريخ نادي الزمالك على الاقل في ال 10 15 سنه اللي فاتوا، ان هو لعيب كوره كويس.
يعني ممكن جدا جدا تحتاجيه عندك حارس مرمى كويس ومحتاجه الليبرو يقدر عواد ينزل ويلعب وحاجات زي كده ويقدر ما يشاركيش ولو للحظه ان هو حارس مرمى. لا عواد متألق. وبقول لك ربنا سبحانه وتعالى برضو البر اللي بيتعمل وهو عواد البر يعني ده خلي بالك صبور جدا جدا ونال على صبره ده وهو جنب متألق الصبر جدا. بقول لحضرتك البر اللي بيعمله ده تلاقي ربنا بيكرمه فيه. يا رب دايما يكرمه اكتر واكتر. تعالى مع بعض دلوقتي يا استاذ علي ناخد مع بعض اجابات الناس على سؤال حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان سؤال حلقتنا النهارده عن ان هو الناس توجه رساله للاعبي الزمالك بعد الفوز على فاركو والاقتراب من حسم اللقب. اتفضلي. ناخد اول اجابه معانا محمد انور مساء الخيرات والانتصارات. يا مها بشكرك جدا. احب اقول للاعبي الزمالك انتم ابطال ورجاله واحسن فريق في مصر. انت السطر الثاني ودرع الدوري يناديكم خلصوها بايديكم. السطر الثاني مش موجود. فرحوا جماهير ناديكم علشان نحتفل يوم ماتش الاتحاد بيكم الدوري في 100 عقبه ان شاء الله. عمر كرم مساء الخير عليك يا ما بشكرك جدا. كلنا معاكم ما دمتم رجاله وانا شايف ان ماتش الاتحاد ماتش مهم وهو ماتش البطوله وعايزين اللعيبه تنزل الماتش تطلع كل اللي عندها والدوري في 100 عقبه وان شاء الله كاس مصر والسوبر المصري في 100 عقبه. واحب اشكر البروف على تالقه مع الزمالك وان شاء الله يوم الثلاث نحتفل بالدوري زملكاوي وافتخر. فرح مساء الخير عليك يا مها بشكرك جدا. الحمد لله على مكسب على المكسب كانت مباراه مهمه وبكده نقدر نقول خطوه واحده بتفصلنا عن الدوري. اللعيبه رجاله كانوا قد المسؤوليه وشكرا على المجهود الرائع والروح والاصرار والتركيز واللي كانوا اكيد السبب في المكسب ومواصله الصداره. وشكرا للعبقري جدي البروفيسور فريرا وشكرا لجماهير الزمالك الرائعة واللي كانت حاضرة في جميع المباريات. كل الدعم وبإذن الله المباراة القادمة نحتفل بالدوري. بشكركم دايما على تواصلكم معايا. شكرا جزيلا ليكم وشكرا جزيلا ليك أستاذ علي كنت منور الدنيا النهاردة. الله يخليك ميرسي قوي وشكرا. وإن شاء الله بإذن الله هنتقابل وإحنا بنحتفل بالدوري بإذن الله في حلقة قريبة قادمة بإذن الله. الدوري والسوبر بإذن الله يا رب إن شاء الله. بشكرك جدا مشاهدينا بشكركم جدا جدا على المتابعة. إن شاء الله أشوف حضراتكم على خير الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج أخبارنا.